في ظل الهدوء والسكينة العامة التي تشهدها لحج هيهي تعود إلى الواجهات من جديد بعد التفجير الانتحاري الذي نفذه مجموعة من المسلحين. العملية التي استهدفت عاصمة محافظة لحج بتفجير انتحاري لشاحنة نقل ركاب نوع باص وسيارة شاص على البوابة الخارجية لمكتب الصحة تلها عملية هجوم مسلح من عناصر كانت ترتدي بدلات عسكرية حاولوا التسلل من جانب السور المبنى، إلا أن رجال الأمن أفشلوا تسلل منفذي الهجوم والذين كانوا مدججين بأحزمة ناسفة وعبوات متفجرة. تقريبا شاص سيارة وعدد التحقيق جاري عليها وثلاثة سياكل، وبعد الانفجار عدوا أنهم بيدخلون مجموعة انتحاريين كلهم لابسين أحزمة ناسفة، دخلوا من اتجاه المسجد إلى المبنى ومن اتجاه المبنى اللي هناك، وعلى أساس أنهم بيتمركزون داخل المبنى داخل مواقع كثيرة بالمبنى. الأشلاء المتناثرة هنا وهناك تبين مدى اشتداد المواجهة بين الأجهزة الأمنية والمسلحين، والتي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح 5 آخرين من الأجهزة الأمنية المرابطة داخل المبنى، في حين تم القضاء على جميع المسلحين الذي يعتقد انتماءهم للقاعدة. العملية أثارت الرعب والهلع وتدمير ممتلكات المواطنين القاطنين بالقرب من مكتب الصحة. نحن نتفرج التلفزيون أنا وعيالي مدقين ساعة 2 وتقينا الطويق ويقينا البيت ينطبق علينا كله وتتكسر علينا الدنيا كلها، ما ندري وين نروح ولا وين قمت، على البيت كله مهقوف والدنيا كلها مطربقة، والبيت كما ما تشوف تعال تفرق هذا البيت كله، وعيالي خايفين ومعي قاهلة بتسنة تعبانة شوفها هناك الله يعلم مالها، بيت الجيران وبتي هذه مدرسة ونحن حالتنا حالة، وبرع يصيحوا والنار خلاص نحن قنينا والله العظيم، قال لا عرفنا نخرج يضربونا نار ولا عرفنا نجلس داخل بيوتنا. الهدف من هذه العملية ليس استهداف قوات الأمن والأجهزة الأمنية فقط، بل وكل المحافظات المحررة، خاصة بعد النجاحات الفريدة التي تحققت في عاصمة المحافظة ولحج عامة. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.